صباح الخير أصدقائي من قناة نيرو للمعلومات والطبخ، بحييكم يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية. النهاردة هنقدم كيكة يعني بسيطة جدا، اقتصادية في متناول اليد، وهي بدون بيض. طبعا احنا عارفين ان البيض دلوقتي غالي، يعني دي ممكن ان احنا نعملها للولاد ومش هتكلفنا حاجة. هي بدون بيض ولا زبدة ولا سمنة، هي بالزيت. هنقول مكوناتها عبارة عن هي العنوان بتاعها كيكة السيفن أب. هنستخدم السيفن أب في الكيكة دي. يعني المقادير عبارة عن كوب من السكر، نص كوب من الزيت، رشة ملح، معلقة كبيرة من الخل، 1.5 كوب من السيفن أب، 2.25 كوب من الدقيق المنخول، 1 معلقة كبيرة بيكنج باودر، ومعلقة فانيليا. طبعا هنفتح الفرن زي العادة في أي كيكة قبل الشغل ب10 دقايق على 180. هنحطه في الرف الوسطاني ونبتدي الكيكة، كيكة السيفن أب. أول خطوة أصدقائي إن احنا هنجيب السكر، كوباية سكر، وهنحطها. اللي طبعا عايز كوب يعني يكون السكر قليل يعمل 3/4 كوباية. عندنا 1/2 كوب من الزيت، عندنا معلقة كبيرة بيكنج باودر هنحطه على دقيق، دول هيتنخلوا تاني مع الدقيق. هنحط أصدقائي معلقة الخل، ودي من الحاجات المهمة في الكيكات اللي مفيهاش بيض. هنحط معلقة خل كبيرة، هنحط بقى السيفن أب، شوف الفوران أصدقائي هو ده اللي هيرفع الكيكة. أنا مش هحط كمية كلها السيفن، هخلي شوية لغاية ما اظبط الدقيق. انتوا عارفين ان الدقيق كل مرة بقول لكم نوعيات الدقيق بتختلف، يعني ممكن ان انا احط كمية تحتاج سوائل، ممكن مرة تانية تبقى مش عايزة سوائل خالص. هنقلب السكر، لازم السكر يدوب، هندوبه اصدقائي ونرجع لكم. هندوب اصدقائي، هنستمر لغاية ما نتأكد ان السكر داب. دوبنا أصدقائي السكر وهننخل الدقيق الوقت، هننخل 2 كوباية وبعدين الربع لما نتأكد ان الاتنين السوائل خدتهم، مش عايزين اكتر. زي ما قلت لكم أصدقائي احنا بننخل عشان الكيكة تترفع وتبقى هشة، ودي حاجة ضرورية في الدقيق لازم ننخله عشان كمان التكتلات اللي بتبقى قلنا قبل كده في الدقيق. هنضيف أصدقائي الخليط السوائل اللي هو السكر والزيت والخل والحاجات اللي احنا عملناها في الأول. هنقلب أصدقائي ونجي لكم. دوبنا أصدقائي الكيكة، هي ده سمك جميل جدا. طبعا قلنا قبل كده التقليب لازم يكون من ناحية واحدة عشان الهواء ما يخرجش. ثانيا احنا طبعا هنحط كمان الفانيليا، معلقة فانيليا كبيرة، هنقلبها أصدقائي كمان. الكيكة ما خدتش بالنسبة لي انا الدقيق، ما خدش 2.25، خدوا 2 بس، يعني ادت السمك ده بقى من 2 كوباية دقيق. اصدقائي هنحط شوية زيت في قاع الصينية
الصينية دي 24، لو هتجيبه 26 هتبقى السمك قليل جدا، دي هتبقى معقولة، لو 22 هتبقى عالية. هندهن زيت في القاع ومن كل النواحي، هنحط كمان ورق زبدة، هنحط الكيكة. أصدقائي أنا مشغلة الفرن من 10 دقايق، هننزل كل حاجة أصدقائي، لأن ده يعني مكونات إحنا حاسبينها فلازم كله ينزل. خلاص أصدقائي، هندخلها بقى، نحاول إننا نسويها كده. هندخلها الفرن لمدة 35 دقيقة، ما نفتحش عليها، على درجة 180، وأنا فتحت الفرن زي ما قلت لكم قبل الشغل ب 10 دقايق. أصدقائي خرجت كيكة السيفن أب، مش عارفة أقول لكم قد إيه جميلة، الريحة تحفة والعلو جميل. هنتأكد زي كل مرة أصدقائي من السوى بخلة سنان، مفيش أي حاجة طلعت، دي دليل إنها استوت كويس قوي أهي. فهنسيبها تبرد عشان نقطعها ونشوف قد إيه جميلة. ذوقناها أصدقائي الكيكة، كيكة 7 أب بثلاث فراولات كده حلوين، ورب تكون عجبتكم. هنقطع قطعة منها ونوريها لكم. هنقطعها أصدقائي زي ما انتوا شايفين كده، يعني قد ايه ريحتها يعني تحفة. زي ما انتوا شايفين اصدقائي قد ايه عالية وهشة جدا جدا جدا، يعني ارجو ان انتوا تعملوها بسرعة، ودي من غير لا بيض ولا سمنة، واقتصادية جدا، وريحتها تجنن، وطعمها يهبل، يعني طعمها حلو قوي. وحاولنا ان احنا نزوقها كده عشان نقدم مع فراولة او اي حاجة ممكن انها تغير اللون. ولو شفت اصدقائي قد ايه جميلة اهي، بصوا. فتحياتي والى اللقاء في حلقة قادمة من قناة ميرو، بنقدم لكم احلى وصفات. لايك شير سبسكرايب وكومنت، يعني علقوا، وده بيدل على ان في يعني كونتاكت معاكم، وان انتوا يعني على القناة بتشاركوني الوصفات، وببقى احب ان انا اعرف رأيكم ايه، واحب ان انتوا تعملوا كمان وتوروني انتوا بتعملوا الوصفات ازاي اللي احنا بنعملها. وطبعا هناخد قطعة كيكة مع قهوة بلبن. وتحياتي وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله مع ميرو تشانل. عايزة أوريكم أصدقائي كمان من الخلف من تحت، يعني قد إيه جميلة.
قد ايه اسفنجية تحفة، ارجو انها تعجبكم.